بكم من جديد، مرحبا بكم. توا مادي ساعة على كابافي، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي باش نمشيو لعيش حرة. توت سويت نحكيو على تأثير سرطان الثدي على نفسية المرأة. شهر اكتوبر الكل كل نهير طبعا في فقرة تحسيسية نحكيو في كل الجوانب اللي تهم صحتكم. تشاركني الحوار، وسعيدة جدا باستقبالك كماني صغير الأخصائية النفسية الاجتماعية ومختصة في التنويم بالإيحاء. مرحبا مدام. مدام اماني مرحبا. مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوه. مدام اماني الصغير الاخصائيه النفسيه. اذا باش نحكيو على تاثير سرطان الثدي على نفسيه المراه. مادامنا في شهر اكتوبر، ماذا بينا كل مره نهتموا بجانب معين. اليوم اخترنا انه نحكيو على نفسيه المراه. وي سورتو، دونك اول حاجه نبداو بها انفينيتي توت لي فام الموند تاعك أول حاجة، على خاطر المرأة عماد المجتمع ريالمون. أوي. والضغط اللي متحمل عليه هذاك هو معناتها اللي يؤدينا الأمراض مثل مرض سرطان الثدي. أي. ماهوش من لا شيء معناتها المرأة تمرض سرطان الثدي. فما ضغوطات. لما المرأة فقطوطة هيك مطلبنا أن تخدم وتقوم بالدار وتقوم بالفراغ. صحيح. وإذا باش نحكيو على سرطان الثدي، الثدي غيالمون دونك رمز الأنوثة. إي. دونك المرأة باش يوصل عندها سرطان الثدي، دونك ثم نوع من الضغط من الجنس الآخر. مع المسؤولية اللي هزتها هذيك الكليكة. ثم ضغط سواء من راجلها سواء حتى ماهيش معزلة معناتها عن طرف هذاك إيه. سواء من البو. الكل يؤدي إلى ضغط. والضغط يؤدينا لرفض موقف ما. والرفض هذاك في الجانب النفسي يترجم حتى يولي مرض عضوي. واضح. ويؤدينا جينيرالمون لمرض سرطان الثدي. يعني يعني هذوما الاسباب خلينا نقولوا النفسيه اللي تؤدي لسرطان الثدي. وان شاء الله ان شاء الله اللي يسمعوا فينا مصابين بسرطان الثدي تسمعوا فينا بليتو، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. وطبعا النفسيه نتاعكم حاجه مهمه للغايه. يقول لك شطر المرض نفسي، هكا ولا لا؟ نجم نقولوا اكثر من شطر المرض نفسي واكثر من شطر العلاج نفسي. أكثر من شطر العلاج، باهي. طيب احنا باش نحكيو مالا على العلاج، كيفاش المرأة لازمها تهيئ روحها اللي دايرين باهي يهيئوا روحهم، يفهموا زادة تفهم المرض اللي عندها شنو وتتقبلوا بالأخص باش تعرف كيفاش تتعايش معاه. فوالا اكزاكتومون، أنت قلت موكليتا ويكا، تتقبل. إيه. هذاك هو أكثر من شطر الدواء. صحيح. كيف نتقبلوا المرض ونعتبروه كأيها مرض. أيوة. قدرة الإله معناتها العلاج يكون ناجح 100%. إن شاء الله، إن شاء الله، نتمنى. نبدأ أول حاجة نحكيو. إيه. قبل ما المرأة تفيق بروحها عندها الكونسير معناتها أول حاجة معناتها تتعرض لصدمة الإصابة. الشوك لازم معناتها. إيه. أما كيفاش نقوموا من الشوك؟ هذيك هو لو بلو امبورتون. ما يلزمناش نخليو برشا وقت وإحنا أوني ساكنين في مشكلة الرفض نتاع المرض. خاطر ريالمون فما مراحل تتعدى بهم المراه كي تعرف روحها مريضه. ايوه. تبدا تاعك الكف ماذا بيها ما تحكي حتى حد. وبينها وبين روحها توصل للانكار. ايه. وهذاك اللي نشوفوه ندوروا للرعواني وندوروا 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 للاسف. المفيدين ما تحبش تتقبل كونه عندها كونسير. وبعديك وقت اللي تلقى فما حتى نجاعه في هذاك الكل. مع عدم التقبل. هنا مش يصير مرحلة حداد. وقتها قدر. اي. ومن بعد الحداد هذاك يصير التقبل والعلاج. الاستفاقة، وقتها نقولوا احنا تفيق، تقبلت بالوضع بعد الصدمة، ما فهمتش شنو تعمل، دارت خلينا كما قلت انت على كل الرعواني وكل عربي وما نعرفش شنو، من بعد فاقت صي، فقت لازمنا توا نفيق الروحي. فوالا. واحنا. معناتها ليليمون لو امبوغتون الكبت والانكار وعدم التقبل والحداد يلزمنا او مينيموز معناتها لو طون. هو ما مش يصير وراه. اما وليك تقعد عام وعامين وانت في الفاز هذيا ما يلزمها فيفا فيفا باش نتعداو للتقبل والعلاج خاطر هيك اللي به الفايده. وشوف التقبل قبل العلاج يلزمنا نتقبل المرض ايه ويصير العلاج.
هذا هو هذا المطلوب. العلاج معناتها كي شينو بيتو بلاش يتقبل ونشوفوا فيهم الحالات ما همش ما فيهاش العلاج، المرضي يجي يقدم وما فماش علاج فهمت. دونك التقبل اول حاجه نتقبلوا خاطر هي زي الماء على خاطر الكونسيغ دي فان فيه عضو رمز الانوثه هما لي فان. اي دونك مش يصير نقص الثقه على خاطر فما اختلال في كره الجسد. وبعد ساعات نقول كولبابيليتي وشعور بالذنب. هذا هو اللي يوقف لنا العلاج، ما يخليش العلاج يطول. دونك الكونسيغ دي فان هو كأيها مرض طبعا جريب عباد تموت بيه، اونجين عباد تموت بيه. غيرمون الكونسيغ مرض كيما الامراض الكل راه. فوالا. نتقبلوه نعالجوه يمشي على روحه. الكل عندنا خلايا سرطانية في الدم. لو بلو امبورتون اللي نعرفوا كيفاش نجيريو الضغط في حياتنا. حتى ما بعد ما نعرفوا اللي عندنا المرض نجيريو الضغط، خاطر الضغط هو الالمونتاسيون خانسيبال. هذا هو. ديما ردوا بالكم على رواحكم، ديما ردوا بالكم على رواحكم، وما تخليوش حاجه تغششكم اكثر من 24 ساعه، بالحق اعطيو للغش وقت صغير وحاولوا تلقاو حل. نشكرك برشا امانيه صغير الاخصائيه النفسيه الاجتماعيه ومختصه في التنويم بالايحاء، شكرا لها. التقبل، التقبل، نتقبل رواحنا كما احنا باللي عندنا. بتولينا بمرض ما يسالش لله الحمد، ونحاول نتجاوزوا المرض اللي عندنا بالنفسيه نتاعنا طبعا. نشكرها برشا من جديد امانيه الصغير الأخصائية النفسية. احنا راجعين بعد شوية.